تروزيام دي شوز الشخصيات هذوما لي سونسيات النموذجيه ومشاهير والناس دير لهم الاعجاب وبالمليون وبزوج ملايين وعندهم اتباع وانستغرام وغيره ما يقدروش يشدوا روحهم هذوما قدام اي ضغط غير يجيه ضغط بدا غير يبداوه بكاميرا كاشي يبدا يخسر يبدا يقول كان فاحش ويزيد يفرح بانه يقول لهم واقيلا عن بالكم كي شفتوني هكذايا لابس كوستيم ومن عن بالكم انا عاقل اه وانا مهبول وكانوا الهبال في الجزائر شغل قيمه مضافه نعم وكانوا لي يسمعوا بعد يقول لك هذه هي الحكايه دير روحك مهبول تشبع كسوت صافي مطبقه ورانا نسوقوها ترافير الكاميرا كاشي على اساس هذا جوار تاع بالون معروف كاين في الكاميرا بصح شنو مهبول نعم. غير تستفزوا المهبول واش معناتها مهبول معناتها راجل معناتها راجل معناتها ماتشو وهذا هادو ما النماذج اللي نمدوهم لولادنا والاسر تاعنا ندخلهم البيوت تاعنا شت الكاميرا كاشي تلعب لك على امور خفيه هذيك الهدف هو الترفيه الاصل العنوان الكبير رانا نقصروا تقصر باش تقصر بيماك تقصر بابا باعصاب الناس تجيبهم تجيب يماك وتبهدلها في التلفزيون وتقول تضحك بها الناس وتخليها تبكي باش مع الاخر تدي اعجابات في التلفزيون ولا في الكونت شتو واش درتوا بليجان تاعنا هم اللي جات تاعو ولاو يتسابقوا شكون يجيب باباه يبادلو صح وشكون يجيب يما شتو صرا عليه يجيب الزوجه تاعو ثاني وحراقه وعرس ومشاكل عيب على بالك عيب عيب هبطوا لنا النيفو ده شكون مبدعين وضحكونا بطريقه اخلاقيه كونوا مبدعين علاه علاش تقلدوا علاش ما يكونش الابداع في حاجه منيحه حاجه ايجابيه هاوليك عاشر العاشر وغيره منها وابداع بطريقه بسيطه المسلسل خلاص والناس ما يهضروا به او لغه التخاطب عند الجزائريين كارنفال فيتشر منذ سنوات ادخل للشبكه التواصل تلقاه معمر كل مره يخرج لك ما كاش ناتج بد ما يخرج لكش كاش مقطع والناس يتخاطب به ها سو بوان ما عندناش ابداع ما عندناش قدره على ابداع مشاهد مسليه ترفيهيه بطابع في حرمه ومتمتع عدوانيه على ما حبيتوا مشاهده استعملوا الجانب الايجابي استعملوا الجانب استعملوا القيمه اللي تحرك المشاعر تاع الناس نعطيك مثال ارطغرل نهار داروا ارطغرل واش جبد الشباب الجزائر ارطغرل ماشي الشهامه والتضحيه والقيم الدينيه والنخوة ماشي هذول اللي جبدوا الناس واش جبدهم باب الحاره في الاولين في الاجزاء الاولى معناتها ما تقولوناش باللي ما كانش اثاره وما تقدروش تبيعوا البرودوي تاعكم وما تسوقوش غير الا درتوا حاجه اللي تمس بحاجه بقيم تاع المجتمع نو كاين انتم ربما خيرتوا الحاجه السهله الحاجه السهله انك تستعمل العنف طاكسي المخفي سياره كاميرا واحده تمشي في الطريق صنعوا بهجه طيله سنوات هاك ما احتاجش الى ماتريال كبير صح معناتها خيروا الحاجه السهله مش حاجه سهله انك تخرج على المالوف كيف تخرج على المالوف بانك تمس القيم تاع المجتمع انك تجيب واحد غريب التلفزيون منبود في المجتمع منبود في العائلات وتحطوا لداخل العائله تبدا الاثاره علاش الاثاره لانه فيها استفزاز